زي ما انتم شايفين في الشكل اللي قدامنا الاولاني ده شكل توضيحي بسيط بيوضح لكم المنهج بتاع الترم ده ان شاء الله، اللي هو عباره عن وحدتين، وموجود عندك الوحده الاولى فيها دروس ايه والوحده الثانيه فيها دروس ايه. فاحنا هنبدا بالدرس الاول اللي هو بمعنى الحضاره والتاريخ. نشوف الشريحه اللي بعد كده بتتكلم على ايه فيها. هنا الدرس الاول اللي احنا قلنا هنشرحه اللي هو مفهوم الحضاره والتاريخ واهميه التاريخ، هنتكلم فيه على 4 نقاط: التواصل الحضاري ومفهوم الحضارة ومفهوم التاريخ وأهميته والعصور التاريخية. نبدأ مع بعض كده نشوف الخريطة اللي قدامنا. الخريطة اللي قدامنا دي موجودة أصلا في كتاب الوزارة. أنا عايزاك الوقت تركز في الخريطة اللي قدامك دي وتقول أنت شايف فيها إيه، لأن لما هتبقى عارف أنت شايف إيه قدامك هتعرف تستنتج منها المعلومة اللي إحنا عايزين نوصلها. احنا شايفين دلوقتي البحر الاحمر كلنا طبعا عارفينه اهو، في عندنا حضارات في شرقه، موجود عندك الحضارات واسمها زي حضاره العراق، وفي على ساحل البحر المتوسط الشرقي في حضاره الفينيقيه اللي هي حضاره بلاد الشام، وموجود عندك الحضاره الاسلاميه. هنسيب الحضاره الاسلاميه دلوقتي على جنب، بس احنا دلوقتي بنتكلم على حضارات العالم القديم العراق وبلاد فينيقيا، ولو كنا رحنا شويه شرق او اكتر من كده كنا نلاقي حضاره بلاد فارس اللي هي ايران. نبص كده في الجانب الثاني من البحر المتوسط فوق في الشمال الغربي فوق، وفي شماله في عندي حضارة الإغريقية اللي هي اليونان، وفي الحضارة الرومانية، وفي الحضارة اللي مكتوب عليها الحديثة اللي هي الأوروبية اللي شايفينها البرج اللي موجود عندكم ده. في أسهم موجودة، أسهم طالعة وأسهم نازلة، أسهم خارجة من عندنا من الحضارات بتاعتنا راحة على الغرب، وأسهم جاية من الغرب جاية عندنا. إيه حكاية الأسهم اللي راحة واللي جاية والكلام ده عبارة عن ايه؟ عايزين نستنتج ونستشف اللي موجود في الخريطة. لو انا جيت ابص هلاقي معنى الكلام ان في عندي حضارات شرقية، ودي حضارات بنسميها من اقدم الحضارات، وفي حضارات ظهرت بعد كده اللي هي الحضارات الغربية اللي هي الحضارة الاغريقية والحضارة الرومانية وبعدين الحضارة الاوروبية. هنشوف الشريحة اللي بعد كده عشان نستنتج من الخريطة ونشوف هنستنتج منها ايه كلام رئيسي جدا ومهم خالص. زي ما انتم شايفين ماذا نستنتج من الخريطة؟ واحد، في حضارات شرقية وأخرى غربية زي ما أنا قلت لكم. طبعا الحضارات الشرقية المقصود بيها حضارة مصر، حضارة العراق، حضارة بلاد فينيقيا، بالإضافة لحضارة بلاد فارس. والحضارات الغربية اللي هي بنسميها أخرى غربية اللي هي حضارة اليونان اللي هي الإغريق وحضارة الرومان، وبعد كده ظهرت في العصور الحديثة الحضارة الأوروبية. طب الاستنتاج الثاني، الأسهم دي بتدل على إيه؟ بتدل على التواصل بين الحضارات، يعني الحضارات بتتواصل مع بعضها، بتكمل بعضها بعض. في سؤال كده بس مجرد بس التفكير بيننا وبين بعض، إيه الحضارات أخذ وعطاء؟ تفتكروا فعلا الحضارات أخذ وعطاء من خلال الخريطة اللي إحنا شفناها قبل كده؟ آه فعلا الحضارات أخذ وعطاء، والدليل على كده إحنا شفنا الأسهم خارجة من عندنا رايحة على بلاد الغرب، وفي أسهم جاية من عند الغرب راح على بلاد الشرق، يبقى هم بياخدوا ويدوا من بعض وبيستفادوا من إيه؟ بيستفادوا من بعض. طب في استنتاج مهم جدا جدا لازم نخلي بالنا منه، إيه هو؟ إن أساس الحضارات ظهر فين؟ في الشرق ولا في الغرب؟ في الشرق. الحضارات الشرقية انتقلت للغرب عن طريق إيه؟ يا ترى حضاراتنا لما انتقلت لبلاد اليونان وبلاد الرومان انتقلت على عن طريق مثلا إيه، عن طريق ان هم خدوها كده مثلا عشان في وصلة مواصلات جيدة وكده؟ لا، إيه الحضارات انتقلت عن طريق التواصل، في بينهم وبين بعض تواصل. فلو جينا نشوف حتة مهمة قوي قوي قوي، الحضارات دي لما هي استفادت من بعض معنى كده ان هم كانوا بينقلوا وبينقشوا من بعض، فنلاقي الحضارة دي شبه الحضارة دي شبه الحضارة دي، ولا هم تواصلوا مع بعض واستفادوا من بعض بس في نقاط جوهرية يعني أساسية ما ينفعش نقول ان الحضارة حضارة الشعب ده متشابهة مع حضارة الشعب ده في حاجتين اتنين ما عدا حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية الهوية الثقافية، والحاجة التانية الخصوصية العقائدية. طب يعني ايه هوية ثقافية؟ اما اقول كل حضارة من الحضارات شبه الحضارات التانية في ما عدا حاجتين، الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية. الهوية الثقافية معناها ثقافة بتميز كل شعب عن التاني، بيبقى له ثقافة خاصة بيه. والخصوصية العقائدية معناها إن في أفكار وفي مبادئ الكل بيعتز بيها في الشعب ده. فالحاجتين دول بيميزوا كل حضارة عن الأخرى.
ودول بنسميهم ايه؟ بنسميهم جوهر الحجاره. خلي بالك عشان دي عليها ايه؟ عليها سؤال. تعال نشوف بقى اللي بعد كده، الشريحه اللي بعد كده. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عليه، نقول حضاره الشرق، حضاره الغرب، الحضارات القديمه والحضارات اللي استفادت من الحضارات بتاعتنا. طب ايه يعني حضاره؟ ما احنا قاعدين نتكلم على كلمه حضاره ومش عارفين يعني ايه كلمه حضاره. الحضاره دي عباره عن ايه؟ موجود عندنا في التعريف، كل ما انتجه الانسان نتيجه تفاعله مع مين؟ تفاعله مع البيئه، مظبوط؟ طيب والانتاج ده ممكن يكون حاجتين، يا مادي يا اما معنوي. عشان ايه بينتج الانسان؟ عشان يحسن ظروف الحياه بتاعته. طيب الغرض الاساسي ايه؟ الغرض الاساسي ايه من وجود الانسان ومن حياته؟ تعمير الكون. مش هينفع التعريف ده يمر كده ايه مر الكرام من غير ما نستنتج منه شويه حاجات. لازم نركز مع بعض على حته الايه، كل ما انتجه الانسان. يبقى احنا هنا دلوقتي لو هنعمل دايره كده على الانسان، او هنشاور على الانسان، وبعدين نشاور على البيئه معايا، وبعدين نشاور على الانتاج المادي والانتاج المعنوي. يبقى انا عندي دلوقتي عناصر الرئيسيه بتاعت قيام الحضاره ايه؟ ايه العناصر الرئيسيه؟ هي الانسان والبيئه. ما ينفعش نعمل حضاره من غير وجود انسان ومن غير بيئه يتفاعل معها الانسان. طيب الانسان لما بيتفاعل مع البيئه عشان يعمل انتاج، ممكن ينتج حاجتين، انتاج مادي بمعنى اخر، ممكن يجي لنا كلمه مدني، ممكن يجي لنا اختراعات، اي نوع من الاختراعات، ممكن يجي لنا اي نوع من انواع العماره، البناء. مش لازم يجي لي في السؤال ويقول لي على كلمه مادي، يبقى انا كده بيغششني، ما ينفعش. بيجيب لي حاجه في السؤال في الاختياري، بيجيب لي السؤال غامض في التعبير بتاعه، بحيث ان الاختيارات بتاعته ما بتبقى فيها حاجه شبه الحاجه اللي احنا دارسينها، حاجه مطابقه ليها. فكلمه مادي ممكن تبقى كلمه مدني، مدنيه، ممكن تبقى بمعنى كلمه اي اختراع، ممكن تبقى بمعنى كلمه اي بناء او تشييد. طيب الجانب المعنوي نحط له ايه تاني غير كلمه معنوي؟ ايه الشبيه بتاع معنوي؟ يعني ثقافي، يعني فكر، يعني ادب، يعني علوم، كل دول بيساووا بعض. طب الإنسان هنا الجانبين بتوع الحضارة، جانب مادي وجانب إيه؟ معنوي، عشان يحسن من ظروف معيشته. طب إيه الغرض من وجوده في الحياة؟ هو تعمير الكون. في نقطة عايزة ألفت نظركم إليها قبل ما نروح للشريحة اللي بعد كده اللي هنكمل فيها الاستنتاجات. إيه هي؟ الإنسان يا ولاد ما عملش حضارة، وأنا بتكلم هنا كمان بالذات عن حضارتنا إحنا، الحضارة المصرية القديمة، لأن دي اللي تهمني في الترم ده. الإنسان ما عملش حضارة وما صنعش حضارة إلا لما انتقل من حياته اللي كان الأول خالص، بينتقل من مكان لمكان ويقعد يجمع ويصطاد، ماشي؟ فكان في تنقل، فمعرفش يعمل حضارة عشان كان في تنقل، مفيش استقرار. لما نزل الوادي ولقى المية، عرف الزراعة، فاستقر جنب الزراعة بتاعته، فبدأت من هنا قيام الحضارة. يبقى الحضارة أو الإنتاج بتاع الإنسان بدأ امتى؟ اشتغل امتى؟ بدأ يعمل حضارة امتى؟ ويأسس حضارة امتى؟ عندما عرف الاستقرار والزراعة. الشريحة اللي بعد كده بقى نشوف فيها ايه؟ الغاية الأساسية هي تعمير الكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى حتى في تقريبا في سورة سيدنا هود في آية قرآنية تتكلم على إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من أجل الإعمار، إعمار الكون. واحاديث النبي كتيره، زي اذا قامت يوم القيامه، لو القيامه قامت وفي ايد احدكم بذره كده، بذره يزرعها، حتى لو القيامه بتقوم، ده بيحس الدين، سواء دين اسلامي، اي دين من الاديان السماويه المقدسه، بتحس على ايه؟ بتحس على التعمير وليس التخريب. في سؤال هنا نقوله مع بعض، سبب وجود الانسان في الارض، يا ترى سبب وجود الانسان في الارض ايه؟ هنختار ايه؟ هنا بيقول تعمير الكون، هو ما جابليش تعمير الكون، بس انا عرفت ان هي الاصلاح والاستمرار، لان الاصلاح والاستمرار ما هو الا ايه؟ ما هو الا تعميرا للكون. نروح للمعلومه اللي بعد كده، ننتقل فيها لحاجه تانية. اتفضل يا مستر. الحته دي انا قلتها لكم قبل كده، فهنحط عليها السؤال بتاعها، اللي هي ان كل حضاره، كل الحضارات اتواصلت مع بعض ونقلت من بعض واستفادت من بعض، بس كل حضاره بتتميز عن الاخرى في الهويه الثقافيه والخصوصيه العقائديه زي ما احنا عرفنا. السؤال هنا، الجوهر الحضاري الذي يجب الحفاظ عليه عند تبادل التراث الحضاري، كلمه تراث ولادنا هي الموروثات الحضاريه، يا ترى جوهر ايه الحضاري؟ الابتعاد عن التعصب،
حل مشكلات المجتمع ولا الحفاظ على الهوية الثقافية التحرر من الخوف؟ طبعا واحنا مغمضين عرفنا ان جوهر الحضارة الحفاظ على الهوية، او لو كان جاي الخصوصية العقدي، يعني ما ينفعش هيجيب لي في الامتحان الحفاظ على الهوية الثقافية، مش لازم يجيب لي العنصر زي ما هو موجود عندي في التعريف ويغششوا لي زي ما انا عامله كده الحفاظ على الهوية الثقافية، لا ممكن يجيب لي حاجة خاصة بتعريف الهوية الثقافية اللي انا قلت لكم عليها ان هي ثقافة تميز كل شعب عن الاخر، فممكن ما يجيبش سيرة الهوية الثقافية ويجيب لك حاجة خاصة بالثقافة، بالحفاظ على الثقافة، او ان كل واحد بيختلف عن التاني في ثقافته، ونفس الشيء مع الخصوصية الايه العقائدية. حضرتك بقى نشوف الايه الشريحة اللي بعد كده. احنا بقى هنا هنتناول الحتة دي يا ولاد، عايزاكم حبايبي تركزوا فيها. هنا العنوان موجود بيقول ايه الحضارة هنا عند وول ديورانت. وول ديورانت ده مؤرخ امريكي واديب، بيتكلم على مفهوم الحضارة من وجهة نظره. بيقول ايه؟ بيقول الحضارة نظام اجتماعي، نظام اجتماعي. انا عايزاكم تركزوا معايا عشان برضه هنعمل برضه دواير واساسيات على كلام معين هيطلع لنا مفتاح اجابة وايه واسئلة. نظام اجتماعي ماشي، يبقى اول كلمة ركز فيها كلمة اجتماعي. الزيادة من الانتاج الثقافي، يبقى الحتة التانية الانتاج الثقافي معايا، يبقى انا عندي اجتماعي وثقافي، ها، بشرط توفر عنصر هنا مين؟ عنصر الامن، عنصر الامن في السطر التاني هنا اهو، عنصر الايه؟ الامن. طيب انا عندي ثلاث كلمات اعمل عليهم تركيز. الحضارة نظام اجتماعي. أنا قبل كده كنت شفت إيه؟ كنت شفت إن الحضارة عبارة عن إيه؟ عبارة كل ما أنتجه الإنسان، صح؟ يعني هنا الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي موجود أهو. طيب الزيادة من الإنتاج الثقافي، يعني هنا وول ديورانت لما جه يتناول تعريف الحضارة عمل إيه؟ قال إن الإنسان لما بإيه؟ لما بيجتهد وبيعمل بيزود من إنتاجه الثقافي، ده جانب ولا جانبين من تعريف الحضارة اللي إحنا خدناه قبل كده، التعريف العام بتاع الحضارة، ده إيه؟ أيوه جانب واحد اللي هو الجانب الثقافي اللي بنسميه الجانب أيوه المعنوي، برافو. يبقى هنركز وول ديورانت على جانب واحد من جوانب الثقافة وهو الإيه؟ الإنتاج من جوانب الحضارة وهو الجانب الإيه؟ الثقافي أو المعنوي. بس هنا في حتة مهمة قوي، بشرط توفر عنصر الأمن. الإنسان مش هيقدر ينتج أي إنتاج ثقافي إلا إذا توفر له عنصر الأمن. ليه بقى؟ لأن الإنسان لما يشعر بالأمن، لو عنده خوف من أي حاجة، لو في مفيش استقرار بيبقى فيه خوف، ولما الواحد بيبقى خايف ما بيقدرش يبدع، لأن كل تفكيره بينصب على عامل الخوف اللي عنده وأسباب الخوف. إنما لو توفر عنصر الأمن، الإنسان هيتحرر من إيه؟ هيتحرر من مخاوفه، ولما يتحرر من مخاوفه كل طاقته الإبداعية هتطلع وهيشتغل. يبقى ده بالنسبة لتعريف مين وول ديورانت لإيه؟ للحضارة، اللي هو ركز على الجانب الاجتماعي، وفي نفس الوقت إن هو ركز على جانب واحد من جوانب الحضارة اللي هو الجانب الإيه؟ الثقافي أو المعنوي. طبعا نشوف مع بعض لو في سؤال على الجزء ده كمثال. طبعا انا كاتبه لكم هنا نفس الكلام اهو اللي احنا قلناه. هنا بقى السؤال بيقول ايه؟ ركز وول ديورانت على الجانب المادي، صح ولا غلط؟ طبعا العباره غلط، لان هو ركز على الجانب الايه؟ الجانب الثقافي. وقلنا قبل كده نركز تاني، مش لازم نجيب لي كلمه مادي او يجيب لي كلمه ثقافي، ممكن يجيب لي ما يندرج تحت ما معنى الثقافي وما معنى هو الايه؟ المادي. طيب سؤال تاني، ركز وول ديورانت في مفهومه للحضارة على توفر عنصر ايه؟ توفر عنصر، برافو، الامن، توفر عنصر الامن. ممكن يقول لي ركز وول ديورانت في مفهوم الحضاري او في مفهوم الحضارة على الجانب الانساني، الجانب اي بقى جانب تاني بقى تحطيه، المهم ان هو الجانب الايه؟ الجانب الانساني. دايما بتكلم بصفة الايه معلش علشان انا في مدرسة بنات وكده، معلش سامحوني لو كنت بتكلم دايما على صيغة التأنيث. نشوف الجانب اللي بعد كده او الشريحة اللي بعد كده. احنا هننتقل بقى للنقطة التانية من الدرس بتاعنا النهاردة، اللي هو مفهوم التاريخ وأهمية دراسة التاريخ. احنا بنديكم مادة ايه دلوقتي؟ بنشرح مادة ايه؟ بنشرح مادة التاريخ. طيب احنا بنسأل نفسنا، احنا اصلا التاريخ ده عبارة عن ايه؟ يعني احنا بندرس ايه؟
التاريخ ده علم زي أي علم. علم بيتناول إيه؟ بيتناول النشاط الإنساني. عشان خاطري ركزوا معايا في مفهوم التاريخ، وركزوا معايا في مفهوم الحضارة عند وول ديورانت، أو مفهوم الحضارة بصفة عامة. التاريخ علم يتناول النشاط الإنساني، يعني الإنسان هنا هو المايسترو، هو إيه؟ رأس الحربة، هو الأساس في عمل التاريخ، هو اللي بيعمل التاريخ، وإيه؟ مش في فترة معينة، لأ، في كافة الأزمنة. عشان كده إحنا بندرس دلوقتي التاريخ بتاعنا، عنوانه إيه؟ اسمه حضارات العالم القديم، يعني تاريخ قديم. بعد كده إن شاء الله في سنة تانية اللي هيدخل أدب هياخد تاريخ الإيه؟ العصور الوسطى، هياخد تاريخ الحضارة الإسلامية اللي هي العصور الوسطى، وفي سنة تالتة إن شاء الله هياخد تاريخ حديث اللي هو التاريخ الحديث والمعاصر، اللي هي العصور الحديثة والعصور المعاصرة، ده التاريخ. طب إحنا بندرسه ليه؟ إحنا بندرس ليه؟ عشان يتعبونا نقعد يعني ناخد معلومات وكده؟ لا حبايبي، ده إحنا لما بندرس التاريخ بنعرف إيه اللي حصل في الماضي، فلما بنعرف الماضي، الأحداث بتاعة الماضي، بنقدر نفهم الحاضر، ولما بنفهم الحاضر بنقدر ان احنا نخطط للايه؟ نخطط للمستقبل. والامثله كتيره موجوده، ممكن ان انتم اكيد كلكم عارفينها، ان الواحد لما بيعرف الماضي بيقدر يفهم الحاضر اللي هو عايش فيه، وبيقدر يخطط للمستقبل ويخلي باله لو كان في حاجه حصلت في الماضي مش كويسه، فيخلي باله انه ما يعملهاش بعد كده في المستقبل عشان ما يحصلش نفس الحاجه دي. طيب، هو احنا كنا قلنا من شوية ركزوا في التاريخ كعلم يتناول النشاط الإنساني وتعريف الحضارة. ملاحظين إن إيه؟ إن في تشابه ما بين تعريف الحضارة عند وول ديورانت أو تعريف الحضارة بصفة عامة ومفهوم التاريخ. الاتنين بيتناولوا إيه؟ بيتناولوا الجانب الإنساني أو الجانب الاجتماعي. ده اللي حبيت أركز لكم عليه، عشان ممكن يجي سؤال بين أوجه الإيه؟ إن الاتنين علم التاريخ، علم التاريخ في مفهومه هيتشابه مع مفهوم الحضارة عند وول ديورانت في الجانب، تبقوا انتوا عارفين الجانب الإنساني اللي بمعنى آخر هو الجانب الاجتماعي. طب إيه أهمية دراسة التاريخ؟ إحنا ليه بندرس التاريخ؟ إحنا عايزين ندرس لأولاد التاريخ، وإحنا مش متضايقين منه كمادة، لا، إحنا عايزين ندرس التاريخ كحاجة بنستفاد منها بالفعل، ونقتنع إن إحنا فعلا بنستفيد من دراستنا للتاريخ. طب تعالوا نطبق ده كده، حتى نطبقه على مستوانا الشخصي. يعني أنا عندي هنا بيقول الشعور بالمسؤولية، أول حاجة الشعور بالمسؤولية. طب لو انا طبقت التعريف اللي هو الاهميه الاولانيه اللي هي الشعور بالمسؤوليه، اطبق ده على مستواي الشخصي ازاي؟ انا بدرس التاريخ، انا ممكن اطبق اهميه التاريخ على مستواي تاريخي انا الشخصي. يعني على سبيل المثال، لو انا مثلا مامتي او بابايا قاعد حكالي على ان تعب قوي 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 على ما عمل الثروه اللي عملها، او الشقه اللي احنا عايشين فيها دي اسسها بصعوبه جامده جدا، ها، فبالتالي لما اعرف تاريخ والدي اللي هو اهو احداثه اللي حصلت له، ها، انا هعمل ايه؟ ده هو تعب فيها جامد، يبقى انا هحافظ عليها. يبقى انا هنا نميت عندي ايه؟ نميت عندي الشعور بالمسؤوليه من خلال دراستي للحاجه اللي حصلت او اللي بتحصل قدامي. لو احنا عملناها على مستوى الدوله، على مستوى العام، ممكن الشعور بالمسؤوليه ازاي؟ ان انا ابقى مثلا، على سبيل المثال، انا مثلا دلوقتي رحت عند معبد من المعابد او اي حاجه من الاثار الفراعنه اللي انا درستهم، ان هم تعبوا جدا جدا في عمل هذه الحضاره، وبذلوا فيها كتير من التعب ومن الجهد ومن المال. فانا لما هروح، لا، انا اقول لا، الناس دي تعبت قوي قوي على عشان تسيب لي حاجه جميله زي دي، انا بلاش ان انا اجي جنبها ابوظها، اجيب حجر كده صخره واقعد اشخبط ولخبط عليها واجرحها، لا، انا هحافظ عليها. يبقى دراسه التاريخ علمتني ايه؟ الشعور بالايه؟ بالمسؤوليه. معايا؟ يبقى احنا بنطبق الاهميه دي واحنا بندرس التاريخ، او اي حاجه بندرسها في التاريخ بنطبق على مستوانا الشخصي وعلى المستوى العام. طيب، تاني حاجه، البعد عن التعصب. التعصب مش فاهم يعني ايه تعصب. تعصب يعني ايه؟ التعصب ان انا اتخذ موقف من حاجه، معايا، دون تدقيق، يعني هي صح ولا غلط، انا مصمم عليها، ماشي، وايه، وما فيش، مش مهم بقى ايه هي مناسبه للواقع ولا مش مناسبه للواقع. عشان ايه كل ده؟ عشان الغيره مثلا، او حماس زياده عندي، يعني زي بالظبط اما ابقى متطرف كده بطريقه بتتجاوز الحدود الطبيعيه، ده اسمه التعصب، ان انا زي ما انا قلت لكم. طيب، ازاي دراسه التاريخ بتعلمني ان انا ابعد عن التعصب، ما بقاش متعصب لحاجه معينه دون دراسه ودون وعي للواقع؟ هقول لك مثلا، التاريخ ده لو جيت اشوف مثلا الحضاره، بدرس انا الحضاره بتاعت مصر، بتاعت العراق، بتاعت كل الشعوب اللي احنا قلنا عليها، هلاقي ايه؟ هلاقي العالم ما قامش على حضاره واحده،
العالم كله اللي هو ال7 قارات او ال6 قارات اللي احنا عايشين عليهم دول، ما قاموش على حضاره واحده، مش حضاره واحده بس هي اللي سايده معايا، او عنصر واحد، ناس معينه هي اللي عملت الحضاره، او لغه واحده، لغه حد معين هو اللي عمل الحضاره، مش امه واحده هي اللي عملت وصنعت التاريخ معايا، هي اللي صنعت، لا، كل امه لها نصيبها. فما يبقاش عندي تعصب لحد على حساب حد تاني، ده معنى الايه؟ معنى التعصب. النقطه الثالثه اللي هي استخلاص الالعبار او العظه، ودي طبعا معروفه على مستواك الشخصي. ها مثلا على سبيل المثال، انتوا كلكم اكيد عارفين كل حاجه، بس يعني للتذكره، مثلا انا درست سين من الطلبه من زمايلي كان معايا وما ذاكرش كويس، ما اجتهدش، ما عملش حساب اي حاجه في الامتحان وكده، فرصب وعاد السنه، فانا شيء طبيعي هعمل ايه؟ هاخده عبرة. ده انا بديكم مثال بسيط على مستواكم الشخصي، انما الامثلة كتيرة جدا على حاجات تانية. فانا طبعا هعمل حسابي ان انا ما اعملش زي زميلي ده ما عمل، واجتهد وادرس كويس قوي واشوف ايه المطلوب مني اعمله وانجح وابقى كويس وابقى شخصية جديرة بالاحترام. ده بالنسبة لاستخلاص العبر او العظة. ابراز القدوة، نمرة 4، ابراز القدوة الصالحة. وما اكثر القدوات الصالحة اللي موجودة عندنا في التاريخ بتاعنا، سواء كان في التاريخ القديم أو الإسلامي أو الحديث، كل التاريخ اللي هندرسه هنلاقي فيه كثير من القدوات الصالحة اللي احنا نحب نقتدي بيها. يبقى أهمية دراسة التاريخ قبل ما ننتقل للشريحة اللي بعد كده، بتتكلم عن إيه؟ الشعور بالمسؤولية، بعد عن التعصب، استخلاص العبر، إبراز القدوة الصالحة. دراسة التاريخ تحث على تحمل المسؤولية، وده ظهر من خلال إنشاء إيه؟ يعني احنا من شويه كنا بنقول معنى كلمه تحمل المسؤوليه ودينا عليها مثال، احنا جايبين السؤال ده بقى بالطريقه بقى من اخر السؤال، من اخر المعلومه اللي هو ايه؟ دراسه التاريخ بتحث على تحمل المسؤوليه، ده ظهر شفته في ايه؟ في مؤسسه كفاله اليتيم، مؤسسه حقوق المراه، مؤسسه حقوق الطفل، مؤسسه المجتمع المدني. طبعا انا هختار هنا مؤسسات المجتمع المدني، ليه؟ لانها عامه، ما هي حقوق المراه، حقوق الطفل، كفاله اليتيم، كل دي مؤسسات، كل دي مؤسسات تبع للمجتمع المدني. يبقى انا بسيب ايه؟ بسيب الحاجه الخاصه وبمسك الحاجه اللي في اجابه السؤال، الحاجه اللي هي بتشمل الحاجات الباقيه، الحاجه العامه. السؤال الثاني صح او خطا؟ امه بلا تاريخ، امه بلا مستقبل. طبعا العباره هنا ايه؟ العباره صحيحه. من خلال ايه؟ من خلال تعريف علم التاريخ، فهمنا للايه؟ للحاضر، ومعرفه الحاضر من خلال فهم الماضي، وبعد كده بنقدر ان احنا نخطط المستقبل، فبيبقى في عندنا ايه؟ يبقى عندنا مستقبل لما يكون عندنا تاريخ. وفي نفس الوقت انتوا عارفين أهمية التاريخ، برضو بتخلي الإنسان له ذات قيمة، بيبقى له قيمة ويبقى له مستقبل. السؤال اللي بعد كده أو الشريحة اللي بعد كده نشوفها مع بعض، العصور التاريخية. دي النقطة الأخيرة في الدرس، العصور التاريخية. طبعا كلمة عصور جمع عصر. طيب يعني إيه عصور تاريخية؟ هي فترة من الزمن، فترة من الزمن. طيب هو الإنسان بدأ إمتى يكتب عصوره التاريخية أو يبقى عنده تاريخ؟ لما عرف إيه؟ لما عرف الكتابة. يبقى الإنسان لما عرف الكتابة بدأ يستعملها في تدوين أحداثه، فظهر لي إيه؟ فظهر لي التاريخ. هنا بقى، هنا يا حبايبي، في عندي 4 عصور، 4 عصور، قديمة وسطى حديثة معاصرة. أنا هعمل لكم إيه دلوقتي؟ هنعمل لكم، هنعرض مجموعة من الصور، كل باكت من الصور كده، كل مجموعة من الصور بتعبر عن خصائص عصر من العصور. انا قلت لكم من شويه، ايوه، الشريحه اللي بعد كده يا مستر بعد اذن حضرتك، كل مجموعه من الصور بتعبر لي عن ايه؟ بتعبر لي عن عصر من العصور، هي خصائص هذا العصر. في عندي دلوقتي 4 صور ولسه في صور تانية خاصه بالعصر ده. بصوا انا عايزاكم ايه؟ بدل ما نقعد هنقعد نحفظ، احنا قلنا نظامنا ما فيش في حفظ، احنا عندنا فهم، فانا هفهم ومش عايز انسى، فاعمل ايه؟ هشوف مجموعة الصور دي. احنا قلنا دلوقتي عندنا عصور قديمة وسطى حديثة معاصرة، فاحنا هنبدأ، انا هغششكم دلوقتي واقول لكم ان الصور اللي احنا هنشوفها دلوقتي هي العصور القديمة. كل عصور بتبدأ من فترة وتنتهي بفترة، وكل عصور لها خصائص، لها مميزات، لها حاجة لما تشوفها تعرف ان ده تبع العصور الفلانية. فاحنا عندنا دلوقتي صورة فلاح، طبعا هو مش فرعوني بس يعني ايه، احنا جايبينه بس كمثال. صورة فلاح بيزرع، يبقى هنا زراعة، يبقى دي أول صورة بتدل على إن في إيه؟ زراعة. صورة تانية بتكلمنا على، مش ده معبد؟ مش ده معبد أبا سمبل؟ ماشي، يبقى في معابد معايا. الصورة دي بتاعت اللي شايفينها الملونة الجميلة دي اللي فيها التابوت بتاع توت عنخ آمون، دي مقبرة. دي إيه؟ مقبرة. يبقى أنا عندي في زراعة، في معابد، في
في مقابر. تعال نشوف الصورة اللي بعدها فيها ايه تاني عشان يوضح لنا الصورة اللي بعدها، عشان نشوف ايه بقية العصور خصائصها ايه. الصورة اللي بعدها نشوفها كده مع بعض، غير الزراعة وغير المقابر وغير المعابد، في عندي انتشار فينيقي، هو ده بمعنى يعني ان في حضارة فينيقية. والصورة اللي تحتها دي ان في حضارة عراقية اللي هي حضارة بلاد الرافدين، واللي جنبها دي على الشمال حضارة مصر الفرعونية، واللي فوقها دي كتابة. يبقى انا دلوقتي من خلال الصور استنتجت ايه؟ استنتجت ان خصائص العصور القديمة فيها معرفة الانسان الزراعة، ها، والصورة بعدها كان فيها كمان ها مقابر وايه ومعابد، وكان فيها اقدم الحضارات من حضارة فينيقية، حضارة العراق، حضارة مصر الفرعونية، وظهور ايه الكتابة. يبقى من خلال الصور دي انا عرفت ها خصائص العصور. طيب العصور القديمة دي بدأت من كام لكام سنة؟ بدأت من 4000 قبل الميلاد حتى 476 ميلادية، يعني أكتر من 4400 سنة تقريبا. طبعا دي أطول فترة من العصور. أنا سايبه لكم الاستنتاجات في آخر شريحة إن شاء الله. يبقى ده أول عصور اللي هي العصور القديمة. نشوف بقى العصور اللي بعد كده اللي هي العصور الوسطى. فيها 4 خصائص تقريبا. أنا لخصت لكم العصور الوسطى في صورتين، لخصناهم في صورتين، صورة بتوضح الديانة المسيحية، والصورة التانية بتوضح الديانة الإسلامية. يعني واحدة بتوضح ظهور المسيحية والتانية ظهور الإسلام، وفي عندي فتوحات، يعني في إيه؟ يعني في توسع الإيه؟ التوسع الإسلامي من الشرق، من الصين حتى بلاد الأندلس اللي هي طليطلة وقرطبة، دي المفروض اللي هي اسمها بلاد إيه؟ بلاد الأندلس اللي هي حاليا إسبانيا. يبقى أنا عندي العصور الوسطى اللي هي بتبدأ من إيه؟ من 476 ميلادية، اللي هي الفترة أو العام اللي انتهت فيه العصور اللي قبلها. كل عصر بيبدأ من حيث انتهى اللي قبله. لو انت عرفت العصور القديمة انتهت 476، يبقى اللي بعدها على طول بدأت في نفس العام 476 ميلادية حتى 1453. طبعا التاريخ ده بيفكركم بسقوط القسطنطينية على يد محمد الفاتح، برضو الكلام ده هنستنتجه في الآخر، بس انا عايز اعرفك ان احنا نعرف الخصائص بتاعة العصر من خلال الصور. الصورة دي بتاعة الكنيسة هناخد فيها خصيصتين، هنجمع فيها ثلاث خصائص. ايه هي؟ أول خاصية ظهور المسيحية. الخاصية التانية أنا عندي صورة كنيسة، إن الكنيسة الكاثوليكية كانت متحكمة في كل أمور الحياة في أوروبا في العصور الوسطى. إيه ظهور الإيه الإقطاع. الإقطاع يعني مجموعة معينة من الناس بتبقى غنية أوي أوي أوي، عندها الأرض الزراعية هي اللي بتمتلكها، والناس اللي بتزرع دول الفلاحين عبارة عن عبيد عندهم. ده ظهور الإقطاع. يبقى أنا عندي دلوقتي في خصائص العصور الوسطى، عندي الكنيسة الكاثوليكية متحكمة في كل أمور الحياة معايا. نمرة 2 ظهور الإقطاع. نمرة 3 اللي هي أهم واحدة فيهم اللي هي ظهور الدين المسيحي أو المسيحية. الخاصية اللي بعد كده اللي هي ظهور الإسلام وحركة الفتوحات الإيه الإسلامية. ده بالنسبة للعصور الإيه الوسطى. نيجي نشوف مع بعض العصور اللي بعد كده اللي هي العصور الحديثة. العصور الحديثة بقى لما نشوف برضو الصور بتاعتها نستنتج منها برضو الخصائص بتاعتها. انا نفسي دلوقتي كنت اسمعكم ونتكلم مع بعض واخليكم انتوا اللي تقولوا الاستنتاجات. احنا دلوقتي شايفين 4 صور معانا. لو انا سالتكم دلوقتي وقلتم تفتكروا يا اولادي، تفتكروا خصائص العصور الحديثه من خلال الصور اللي قدامنا فيها ايه؟ انا شايفه صوره مكتوب فيها استعمار افريقيا. هو ما كانش استعمار افريقيا بس، وكان استعمار افريقيا ومناطق منين من اسيا والامريكتين الى اخره، بس انا جايبين ده على اساس دي تهمنا احنا، لان احنا مصر في افريقيا. يبقى معنى كده ان العصور الحديثه كان فيها حركه ايه؟ ايوه، حركه الاستعمار، الاستعمار الاوروبي. مكتوب عصر النهضه الاوروبيه. اه يعني العصور الحديثه ظهر فيها عصر النهضه الاوروبيه. النهضه الاوروبيه يعني حركه تقدم في المجالات كلها. النمره 3 الكشوف الجغرافيه. طبعا كلكم عارفين الكشوف الجغرافية اللي هو اكتشاف العالم الجديد واكتشاف أجزاء اللي هي قارة استراليا والأمريكتين والكلام ده. وكانت بدأت حركة الكشوف الجغرافية أول ما بدأت على إيد الأسبان والبرتغال، وأول ما اكتشفوا كانوا كمان رأس الرجاء الصالح زي ما أنتم عارفين. طيب الحاجة التانية أو الرابعة اللي هي تعتبر التانية اللي هي نتيجة للكشوف الجغرافية، أنا شايفة قدامي كده، آه ده قوة البخار. قوة البخار اللي ظهر فيها إيه بقى؟ اللي ظهر بسببها الثورة الصناعية. أنا عايزاك تركز معايا وعايزاك تركزي معايا في إيه؟ إن الكشوف الجغرافية
الكشوف الجغرافية أول ما ظهرت، دي أول حاجة ظهرت لي الكشوف الإيه؟ الكشوف الجغرافية. معايا؟ طيب لما بقى في كشوف جغرافية حصل إيه؟ حصل إن محتاجين إن هما راحوا يعملوا إيه؟ ها؟ أيوة، ثورة صناعية. ثورة صناعية. يبقى أنا عندي دلوقتي كشوف جغرافية أدت إلى ظهور الثورة الصناعية. ولما بقى في عندهم ثورة صناعية، يعني محتاجين بقى ايه، مواد خام، ومحتاجين اسواق يبيعوا فيها المنتجات، ظهر حركة الايه، حركة الاستعمار. وده كله على بعضه كده في العصور الحديثة بيديني ميزة اللي هي النهضة الايه، النهضة، عصر النهضة الأوروبية. دي بدأت بقى العصر الحديثة دي، عشان ننتقل اللي بعدها، بدأت من كام لكام؟ طبعا برضو بدأت من اللي قبلها لحد القرن الكام، قرن، بداية القرن ال19. إيه نشوف، او اللي هي الحرب العالميه الاولى 1914، اللي هي بدايه القرن العشرين. انا شايفه دلوقتي في تدمير وفي خراب، طبعا دي ايه، دي الحروب. معايا؟ في عندي رجل الفضاء ده على سطح القمر، يبقى هنا في حركه ايه، حركه تقدم، اللي هي الصعود الى الفضاء او العالم الخارجي فوق. إيه في عندي، شايفين الصورة دي؟ أنا مش عايزة أوصفها بصراحة لأنها مش كويسة وموجودة في حياتنا. ده بيعبر عن التلوث، وطبعا ده نتيجة زيادة السكان، اللي انتوا عارفين المشكلة بتاعتنا. وعندي في نباتات دبلانة كده وميتة، وده طبعا ده نتيجة ايه؟ نتيجة التلوث. ايه طبعا عارفين ده فيروس كورونا، ده من مستجدات العصر بتاعنا اهو، بنعاني منه دلوقتي. وفي عندي التلوث اللي انتوا شايفينه برضو. وفي عندنا الثورة التكنولوجية، الروبوت هو نواة زي ما انتم شايفين. ده كله عبارة عن عصور ايه؟ عصور معاصرة، اللي هي طبعا بدأت من حيث انتهت اللي قبلها، من تبدأ من القرن ال19 معايا، حتى يعني لحد ما احنا موجودين لحد دلوقتي. كل دي العصور الايه، المعاصرة. العصور المعاصرة دي، والعصور الحديثة والعصور الوسطى والعصور القديمة، هنشوف دلهم أهم الملاحظات اللي احنا جمعناها لكم. طبعا العصور القديمة احنا قلنا بتبدأ من ايه لحد ايه، رحناها مع بعض من 4000 قبل الميلاد حتى 176. طبعا لو احنا شفنا التاريخ هنلاقيها ان هي أطول ايه، أطول فترات العصور عن الوسطى والحديثة والمعاصرة. الحاجة التانية، انت ملاحظ معايا 4000 قبل الميلاد وفي ميلاد، يعني اذا كان ليها بدء، كان ليها فترة قبل الميلاد، وكان ليها فترة ما بعد الايه، ما بعد الميلاد. الحاجة التانية، مكتوب انتهت بسقوط القسم الغربي للإمبراطورية الرومانية 476 ميلادية. يا شباب، ده سقوط القسم الغربي للإمبراطورية الرومانية. أنا مش عارف يعني ايه إمبراطورية رومانية. بصوا معايا، تعرفين طبعا، هو احنا هناخد ان شاء الله الحضارة الرومانية، هناخدها بإذن الله في الترم التاني، ناخد فكرة بسيطة عشان نعرف يعني ايه القسم الغربي والقسم الايه والقسم الشرقي. انا عندي الامبراطورية الرومانية كانت ذات قسمين، قسم شرقي وقسم غربي، ده بعاصمة وده بعاصمة. القسم الغربي عاصمة روما، والقسم الشرقي عاصمة القسطنطينية. معايا؟ طيب القسمين سقطوا. الحتة دي عايزين نركز فيها قوي 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 قوي، لان يعني ممكن يجي سؤال بطريقة غير مباشرة في الاختياري. القسم الغربي سقط 476 ميلادية، والقسم الشرقي سقط على ايد محمد الفاتح العثماني 1453. يبقى انه سقط قبل الثاني؟ القسم الغربي سقط قبل سقوط القسم الايه، القسم الشرقي. معايا؟ ده بالنسبه للملاحظات بتاعه العصور القديمه، الملاحظات. انا ما بتكلمش على الخصائص، احنا عرفنا الخصائص من خلال الصور، انما الملاحظات دي استنتاجاتك اللي ممكن يجيلك عليها سؤال تاني خالص. طب العصور الوسطى، العصور الوسطى استنتاجاتنا عليها ايه؟ ان كانت ذات صبغه دينيه. طب يعني ايه؟ مش فاهم. ما عشان انا قلت ان ظهر فيها المسيحيه وظهر الاسلام معايا، وكان في كنيسه، يبقى اذا كانت الصبغه الدينيه او المحرك الاساسي في العصور الوسطى هو المحرك الديني، او الصبغه الايه، الدينيه، او العامل ايه، العامل الديني. وطبعا كلكم عارفين ان كان في تخلف اوروبا، الكنيسه كانت متحكمه في كل حاجه، فلما الدين بيبقى متحكم في كل حاجة، فممكن يحرم حاجات في العلم فيؤدي إلى التخلف. طيب كان في الوقت ده في نفس التوقيت في هناك تخلف عندنا في حضارة، اللي هي الحضارة الإيه؟ الحضارة الإسلامية. الاستنتاج أو الملاحظة اللي احنا
عرفناها مع بعض، اللي هي سقوط القسم الايه الشرقي من الامبراطوريه الرومانيه على ايد محمد مين؟ محمد الفاتح. هنشوف بقى بقيه الملاحظات في الشريحه اللي بعد كده. العصور الحديثه زي ما احنا قلنا بتبدا من ايه وتنتهي ايه؟ إيه لها سلبيه ولها ايجابيات. طب انا عايزاكم انتم اللي تحددوا لي السلبيه، كان نفسي ان انتوا تحددوها لي بصراحه. يعني احنا قلنا فيها كان فيها نهضه، فالحمد لله ده بقى حاجه جميله قوي ان بقى في عندهم نهضه مكان عندهم تخلف. وطبعا النهضه بتاعتهم اساسها في الاساس هو الايه الحضاره الاسلاميه اللي ظهرت عندهم في العصور الوسطى لما انتقلت عندهم. طيب إيه قلنا ان كان فيها حركه كشوف جغرافيه برضو حاجه كويسه، لما اكتشفوا طريق القصر الابيض ده كان حاجه حلوه قوي للتجاره. هي كان لها عوائد سلبيه على الاقتصاد في عصر المماليك في مصر، بس يعني بصفه عامه يعني. امال ايه السلبيه؟ السلبيه هنا ان احنا اللي نكونا بنار إيه؟ بنار النهضه اللي هم عملوها وبالثوره الصناعيه اللي حصلت لهم، احنا اللي تاثرنا بهذه الايه بهذه العصور، بسلبيات هذه العصور اللي هي الاستعمار اللي جه استعمر بلادنا، مش مصر بس وغيرها من بلاد الإفريقية، علشان ياخدوا المواد الخام ويفتحوا أسواق ليهم في البلاد بتاعتنا. يبقى دي السلبية اللي احنا عانت منها ايه عانت منها الشعوب العربية، عانت الشعوب يعني ممكن نقول عانت الشعوب العربية، عانت الشعوب العربية من تأثير العصور الحديثة أو من تأثيرات العصور الحديثة. وأقول لك شوية اختيارات. طبعا اللي احنا عانيناه من تأثير العصور الحديثة اللي هي سلبية ايه حركة الايه الاستعمار. العصور بقى المعاصرة طبعا احنا عارفين ان هي بدأت من الحرب العالمية الأولى ومستمرة لحد دلوقتي، وشوفنا الصور في الخصائص بتاعتها. العصور المعاصرة دي ليها تعليق عليها اللي هي ان كان فيها سلبيات وفيها ايجابيات. كلنا نعرف نحدد السلبيات ونعرف نحدد الايجابيات. عندك السلبيات طبعا ان هي كان في حروب مدمره للبشريه زي الحرب العالميه الاولى والثانيه، والامراض وتلوث البيئه واللي احنا فيه دلوقتي من فيروس، ده كله ده نتيجه ايه؟ نتيجه التقدم التكنولوجي والثوره المعلوماتيه اللي هو الجانب الايجابي والاختراعات. وفي احلى حاجه بقى ان العصور المعاصره عالجت، خلي بالكم ده برضو يجي سؤال، العصور المعاصره ماشي عالجت سلبيات العصور الحديثه ازاي؟ ازاي العصور المعاصرة عالجت العصور المعاصرة عالجت سلبيات العصور الايه الحديثة اللي هي ايه؟ طبعا انا ما عنديش غير سلبية انا عرفتها اللي هي حركة الاستعمار، يبقى انا هركز في السلبية بتاعة العصور الحديثة. لو انا عرفت استنتج السلبية بتاعة العصور الحديثة هعرف وانا مغمض احل السؤال. يبقى قصده بقى في العصور المعاصرة بدأت الشعوب اللي كانت بتخضع للاستعمار ان هي تعمل ايه؟ ان هي تستقل من هذا الاستعمار. طبعا احنا اتكلمنا على اول حاجه الحضاره والتواصل الحضاري، وبعدين اتكلمنا على مفهوم الحضاره ومفهومها عند ديول ديورانت والتشابه ما بينها وما بين علم التاريخ في الجانب الانساني واهميه علم التاريخ، وبعدين اتكلمنا على العصور التاريخيه اللي هي القديمه والوسطى والحديثه والمعاصره. من أوائل حضارات العالم القديم الرومانية المصرية اليونانية الأوروبية، وهنديهم كام ثانية يكتبوا الإجابة على الشات يا مس. اتفضل يا مستر. شوفي كده حضرتك الإجابات على الشات وبعد كده قولي لنا الإجابة الصحيحة. طيب حضرتك بقى ممكن تشوفها يا مستر سامح؟ اتفضلي حضرتك الإجابة. الإجابة هي الحضارة طبعا المصرية القديمة، لأن الرومانية واليونانية والأوروبية اللي استفادوا مننا، الرومانية واليونانية استفادت من حضاراتنا الشرقية والأوروبية استفادت من الحضارة الإسلامية. كانت البداية لنشأة الحضارة المصرية القديمة جمع والتقاط، الصيد البري، الزراعة والاستقرار، ظهور الأقاليم. طبعا اساس الحضاره احنا قلنا قبل كده ما ظهرتش الحضاره المصريه والانسان بدا يعمل حضاره الا لما عرف الحياه بتاعه الاستقرار والايه وتعلم الزراعه. طبقا لتناول ويل ديورانت لمفهوم الحضارة، فإن قدرة الإنسان على الإبداع تتطلب عندنا بقى احنا قلنا ويل ديورانت واحنا مغمضين عشان نبدع محتاج ايه؟ ينفع اقول راس مال؟ طب لو في عندي راس مال بس ما فيش عندي استقرار ولا في امن اقدر اعمل بيه حاجه، بالعكس ده هيروح مني، يبقى انا محتاج ايه؟
محتاج الحياة الآمنة، كذلك الموارد البيئية لو كانت موجودة والتشجيع لو كان موجود وكل ده موجود ما فيش فيه أمن، يبقى ما استفدناش أي حاجة من هذه العناصر. تفضل يا مستر. تفاعل الإنسان مع الأشياء المحيطة به ليصل لأعلى طاقاته الإبداعية، هذه العبارة تعريف ل آه شوفوا بقى، هنا إحنا ما جبناش التعريف مباشر، إحنا قلنا جزء من التعريف أو حاجة بتوضح لي التعريف. تفاعل الإنسان بدل في تفاعل مع المحيطة به اللي هي البيئة عشان يوصل لأعلى الطاقات الإبداعية اللي هو الإنتاج المادي والإيه؟ والإنتاج المادي أيوه والمعنوي، يبقى هو إيه؟ وأنا مغمض الحضارة. يعد الحفاظ على الآثار وعدم العبث بها من مكتسبات دراسة علم. آه من فضلك يا مستر. أيوه علم إيه تفتكروا إحنا قلنا إيه اللي بيفيدنا إن إحنا يبقى عندنا تحمل المسؤولية؟ علم التاريخ. برافو. تدمير مدينتي ناجازاكي وهيروشيما اليابانية من ويلات العثور. آه ناجازاكي وهيروشيما دول مدينتين يابانيتين، تفتكروا أنتم إحنا شفنا الحروب في أنهي عصر من العصور، الحديثة ولا المعاصرة؟ ها أيوه أيوه برافو. الحروب المدمرة، الحروب العالمية المدمرة كانت في العصور الإيه؟ المعاصرة، إنما الحديثة كان فيها حركة الاستعمار. في فرق بين حركة الاستعمار وبين الحروب الإيه؟ العالمية. اتفضل يا مستر. استرداد كرامة الشعوب المسلوبة حريتها من إنجازات العصور. آه إنجازات عصور إيه؟ الشعوب بدأت تتحرر من الاستعمار إمتى؟ في العصور المعاصرة. برافو. انتقال حضارة مصر الفرعونية لبلاد اليونان تم في العصور. آه تفتكر إحنا كنا من شوية بنقول تواصل حضاري من الشرق للغرب، يبقى إيه؟ كانت فاكرين الصور؟ فاكرين الصور لما عملنا صورة الفراعنة وصورة الفينيقيين والعراق، يبقى إيه؟ العصور القديمة. أي حاجة حضارة نشأت ظهرت انتقلت يبقى العصور القديمة. العامل الرئيسي لتطور الأحداث في العصور الوسطى. آه إيه العامل الرئيسي اللي خلى الأحداث تتطور في العصور الوسطى؟ إيه من دول؟ ها؟ إيه الحاجة اللي إحنا قلنا عليها الصبغة التي تميزت بها؟ طبعا اكتشاف الأمريكتين، الاكتشاف لا طبعا ده لا اكتشاف قوة البخار اللي هي الثورة الصناعية. أنا عندي الإيه؟ العقائد الدينية كانت هي الإيه العامل الرئيسي اللي كان العصور بتتميز بالصبغة الإيه؟ بالصبغة الدينية. ظاهرة الاحتباس الحراري من مظاهر العصور. الاحتباس الحراري ده من مظاهر العصور إيه بقى؟ الاحتباس مش دي مشكلة خاصة بالبيئة؟ يبقى أي حاجة خاصة بالبيئة تبقى من مشكلات العصور الإيه؟ المعاصرة، اللي هي التقدم التكنولوجي اللي إحنا فيه. انتقال الحضارات الشرقية لبلاد اليونان والرومان يؤكد على انتقال الحضارات الشرقية لبلاد اليونان والرومان ده بيؤكد على ده كان في وسيلة مواصلات حلوة قوي ما بيننا وبينهم عشان كده الحضارات نقلت. يا سلام، امال عشان عاصمة حضارة الشرق انا ممكن استبعد وجود وسيلة المواصلات وتسارع الحضارات دول مستبعدين خالص، وهبقى مركزة في عظمة حضارة الشرق والتواصل الحضاري. طب انا هختار مين؟ انا هختار التواصل الحضاري. طب ليه ما اخترتش عظمة حضارة الشرق بالرغم ان دي حاجة جميلة جدا فعلا، حضارتنا حضارة عظيمة. ما هو ممكن يكون في حضارة عظيمة بس ما يكونش في تواصل ما بين البلد دي والبلد دي، فما تعرفش تنقلها ما تعرفهاش. يبقى اهم حاجه هو وجود ايه؟ وجود تواصل ما بين البلاد عشان يعرفوا انهم يستفادوا من الحضاره. اتفضل يا مستر. العامل المشترك بين معرفة الإنسان لحرفة الزراعة وقيام الحضارة. ايه العامل المشترك؟ لما عرف الزراعه عمل حضاره. لما عرف ايه؟ الزراعه مرتبطه بايه على طول؟ بالاستقرار. استقرار. العنصر المشترك الذي يجمع بين التاريخ والحضارة. مين بقى العنصر اللي اشترك ما بين التاريخ وما بين الحضارة؟ طبعا الهوية الثقافية والخصائص العقائدية، وانا مغمضة هستبعدهم لان دول جوهر. لو سألني على ايه جوهر الحضارة لكل شعب بيتميز بجوهر خاص بيه. طبعا العنصر المشترك بين التاريخ والحضارة لا تعصب. ايه ده التعصب ده؟ لا ده التاريخ اصلا بيبعد عن التعصب خالص. يبقى انا قدامي مين؟ العامل الانساني، لان احنا قلنا في مفهوم التاريخ ان هو ايه؟ نشاط انساني. ومفهوم الحضارة قلنا ان هي عبارة عن ايه؟ الانسان هو اللي بيعمل الحضاره، يبقى اللي بيجمع ما بينهم العامل الانساني. ممكن يجي لي بدل الانسان يقول لي الايه؟ الناحيه الايه؟ الاجتماعيه او الانسان. اتفضل يا مستر. الغاية الأساسية لها الإصلاح والاستمرار.
هو مين ده؟ مين اللي الغاية الأساسية لها الإصلاح والاستمرار؟ يا ترى إيه ده؟ العصور الوسطى، كشوف الحضارة، حركة. آه لأ، صح، أنا خدت إن الغاية الأساسية من الحضارة كانت تعمير الكون، وكلمة تعمير الكون بتديني معنى تاني اللي هو الإصلاح والاستمرار، يبقى هي إيه؟ يبقى هي الحضارة. عند التواصل الحضاري بين الشعوب لابد من الاحتفاظ. بإيه؟ أيوه، إحنا لسه دلوقتي، شوفوا أنا قلت لكم إن السؤال مش لازم يجي بنفس الكلمة. نحتفظ بإيه؟ برأس المال؟ بالإنتاج؟ بالحب؟ بالشخصية؟ سواء كانت الشخصية هنا مقصود بيها الهوية الثقافية أو الإيه؟ الحاجة الخاصة بالعقيدة بتاعتنا. اتفضل يا مستر. اهتم والد يورانت عند تناوله لمفهوم الحضارة بالجانب. إحنا قلنا الكلام ده كتير وأكيد حفظناه وفهمناه والحمد لله، اللي هو الجانب الإيه؟ الإنساني. دراسة التاريخ في تحقيق مبدأ الكل في واحد من خلال الكل في واحد، يعني كلنا حاجة واحدة، مفيش حد أحسن من حد، يبقى ده إيه؟ لما أقولك مفيش حد أحسن من حد، إحنا كلنا زي بعض، يبقى هنا بعدنا عن إيه؟ بعدنا عن التعصب. قامت الثورة الفرنسية عام 1789 بفرنسا وذلك في العصور. الثورة الفرنسية، بصوا، فاكرين إحنا قلنا هيجي حتة منين؟ حتة منين؟ من التعريف اللي عندنا أو من المعلومة اللي عندنا شبهها. مش لازم زي ما هي بالظبط، في عندي هنا ثورة فرنسية ومش عارف حاجة عن الثورة الفرنسية، بس في عندي تاريخ، يبقى دي على طول. ها، في الايه؟ اسيبها لكم تحلوها انتم ولا ايه؟ ها، نسيبها لهم هم يحلوها يا مستر سامح؟ ماشي يا مس، إيه؟ علشان يبقى في بينا وبين بعض تواصل ويجيبوا لنا كده ونعرف ان هم استفادوا مننا ولا ما استفادوش. الثوره الفرنسيه دي بفكركم تاني، لو مش عارفين عنها حاجه في عندك تاريخ، تقدر من خلال التاريخ تعرف تقول الاجابه ايه. اتفضل يا مستر. تمام، برافو. حد كتب الإجابة على الشات، في ناس كاتبة الحديثة وناس كاتبة المعاصرة، بس طيب الأكثر احنا الحديثة طبعا، لان والأكثر أكثر الحديثة. لان احنا قلنا ظهور حركه الاستعمار في عصر الدوله الحديثه، انما الاستقلال من الاستعمار كان في العصور المعاصره. اللي كتبها غلط مش مشكله، عادي يا اولاد، مش مشكله، لازم نخطأ من الاول اول مره، وبعد كده ان شاء الله يبقى كل حاجه صواب باذن الله. بدأت الحضارات في الشرق وانتقلت لليونان والرومان في العصور. انتقال حضارات، الحضارات القديمه اللي احنا اتكلمنا عنها وخلاص بقى زهقنا منها خالص يا ناس، انتوا كل شويه تكرروا لنا. طبعا ده ايه؟ ها، ما دام في حضارات وانتقال حضارات لسه من شويه قبل كده قلت لكم، يبقى على طول انا مغلط، يبقى دي عصور ايه؟ عصور، ايوه دي سهله، العصور القديمه، وانت مغمض. الأوزون في الغلاف الجوي إحدى ملامح العصور. بتهيالي السؤال سهل جدا، بس غير لي هنا في الصيغه زي بالظبط الثوره الفرنسيه. كميه الاوزون اللي هو جايب لك في عندك في الدرس بتاعك تلوث البيئة، طبعا تلوث البيئة فيها مشكلات كتيرة ممكن يندرج تحت كلمة تلوث البيئة اللي مذكورة عندي في الكتاب، معاني كتيرة أوي للتلوث. من ضمن أنواع التلوث هو إيه؟ إن الاحتباس الحراري حصل نتيجة التلوث بتاع البيئة من التكنولوجيا اللي حصلت في العصور الإيه؟ المعاصرة. يبقى أنا عندي الاحتباس الحراري من العصور الإيه؟ العصور المعاصرة. كده تمام يا مستر إذا فل. كده انتهى البوكلت، نسيب لهم البوكلت التاني ولا نحله معاهم يا مستر؟ احنا يا فندم حلينا الاثنين يا فندم. الاتنين خلصوا. صح، انا اندمجت في الشرح لا مش واخد بالي حلينا برضه. الاثنين يا مس معا، ماشي يا وهنسيب لهم مستر. الفورمين برضو عشان الولاد يحلوهم وياخدوا درجات ويعرفوا هم الدنيا معاهم ايه. بإذن وان شاء الله الله، الحصة اللي جاية هتبقى الامتحانات اكتر والاسئلة اكتر. بإذن الله. كده يا أولاد الفورمين عندكم على الشات، الامتحان الأول والامتحان الثاني، وإن شاء الله هيبقى وإحنا شغالين المحاضرة اللي جاية هيبقى في امتحانات على الدرس ده قبل الدرس الجديد إن شاء الله. بإذن أستاذ الله. وليد، مستر سامح، أي تعليق يا مستر؟ أي أسئلة على الشات؟ أي طلبات لأولادنا الأعزاء؟ تمام. في بس مس فايزة جاوبنا على سؤال سأل أكتر من مرة على قصة الهوية الثقافية، أيوه يا ريتني أي تاني موضوع الهوية الثقافية ده. حاضر، من عينيا من عينيا. احنا طبعا عشان نعرف الهوية الثقافية ونحلها لازم نبقى عارفين يعني ايه هوية ثقافية. انا قلت لهم يا ولاد دلوقتي في عندي حضارات في الشرق، دي اقدم الحضارات اللي هي حضارة العراق اللي هي بلاد الرافدين، الحضارة بتاعت بلاد الشام اللي هي الحضارة الفينيقية، الحضارة
بتاعت بلاد فارس اللي هي ايران حاليا معايا، والحضاره طبعا بتاعتنا اللي هي الام، الحضاره الفرعونيه اللي هي المصريه. دي حضارات ظهرت فين؟ ظهرت في بلاد الشرق. فايه اللي حصل؟ ده في العصور القديمه اللي حصل ان كان في بلدين كده جيراننا، بس فين؟ في البحر، في شمال البحر المتوسط، في شمالنا، اللي هي اليونان ومين والرومان، اللي هي الاغريق زمان والرومان. دول كان في بيننا وبينهم تواصل عن طريق بقى التجارة، عن طريق بقى حروب، عن طريق بقى المهم جاليات بتيجي تقعد عندنا فبتشوف من عندنا حاجتنا وينقلوها بلادهم إلى آخره. فالناس اللي هم في اليونان والرومان نقلوا الحضارة بتاعتنا عند اليونان وعند مين؟ وعند الرومان، خلاص؟ فانتقلت حضارتنا إلى بلاد الغرب اللي هي اليونان والرومان. طيب دلوقتي الحضارة اللي عندنا والحضارة اللي هم عملوها، اللي استفادوا مننا وعملوها معايا، كل واحد استفاد من التاني. فانا ممكن اقول لك معنى كده ان الحضارات متشابهه وان هم غشاشين من بعض، ولو انا رحت للشعب ده هلاقيه مش متميز عن الشعب التاني، سواء كان نقل منه او استفاد منه او هو اللي فاده. لا، بالرغم ان كان في تواصل حضاري بين الشعوب، الا ان كل شعب من هذه الشعوب اللي عنده الحضاره دي معايا ماله؟ بيحتفظ بإيه؟ بيحتفظ بحاجتين بيميزوه، بحيث إن أنا لو أنا جبت دلوقتي ماشي حد قال لي مثلا معلومة وقال لي معلومة ثقافية، وقال لي تفتكري المعلومة الثقافية دي حضارة صينية دي ولا الحضارة بتاعت الفراعنة ولا غيره؟ يعني لو أنا قلت مثلا الشعب اللي فيه ناس كانت بتحنط الجثث وأول ناس عرفت التحنيط والكلام، طبعا دي بتميز مين؟ بتميز المصريين القدماء، أول ناس عرفت التحنيط. يعني كل شعب له حاجة بتميزه عن الشعب التاني حتى لو عنده حضارة برضه. إيه الحاجتين دول؟ الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية. هوية ثقافية يعني إيه؟ يعني ثقافة بتميز كل شعب عن الشعب التاني. مش عايزة أقول لكم مثلا على سبيل المثال، أنتوا كلكم مثقفين وبتقروا وعارفين مثلا الصين والفيروس بتاع كورونا واكلهم للوطاويط واكلهم للكلاب، دي ايه؟ دي ثقافه بتميزهم. ساعه ما هقرا من غير ما يقول الصين ويقول لي معلومه زي دي، بعرف على طول ان هو قصده على الصين. يبقى في حاجه ايه؟ هويه هنا، حاجه خصصت الشعب ده معايا، ثقافه خاصه بيه، بالرغم ان هو مثلا مستفيد من ده ومن ده وافاد ده وافاد ده، بس له هويه خاصه بيه. زي ما انتوا في الفصل كلكم طلاب سنه اولى وكلكم بتلبسوا نفس الزي وكلكم عندكم فسحه واحده معايا وكلكم زي بعض، بس انت اسمك فلان الفلاني، لقبك فلان، عيلة فلان، يبقى دي حاجة بتميزك انت عن التاني. بالنسبة للخصوصية العقائدية عشان ما اطولش عليكم، دي افكار ومبادئ معايا كل شعب بيعتز بيها، بيعتز بيها، مختلفة طبعا، كل واحد له مبادئه وافكاره اللي بيعتز بيها. وطبعا الامثلة انتوا عارفينها عشان ما تطرقش لحاجات تانية. فده بنسميه جوهر ايه؟ جوهر الحضارة، يعني كل حضارة لها حاجة بتميزها.